إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلعت الشمس فقال رسول الله: سيأتي عليه الصلاة والسلام، سيأتي من أمتي أقوام يوم القيامة نورهم كضوء الشمس، سيأتي من أمتي أقوام يوم القيامة نورهم كضوء الشمس. فقلنا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: المهاجرون الذين يتقى بهم المكاره، المهاجرون الذين يتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض، يحشرون من أقطار الأرض. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون أول ثلة يدخلون الجنة؟ أتدرون أول ثلة يدخلون الجنة؟ فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال: الفقراء المهاجرون الذين يتقى بهم المكاره، الذين يتقى بهم المكاره. وفي نهاية الحديث: فيأمر الله فتأتي الجنة بزخرفها وزينتها، فتأتي الجنة بزخرفها وزينتها، الجنة هي اللي تيجي لحد عندهم، فتأتي الجنة بزخرفها وزينتها، فيقول الله: أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وهاجروا في سبيلي، ادخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. يبقى الرابط ما بين الحديثين لحد دلوقتي، ما بين اللي نورهم كضوء الشمس، ما بين اللي الجنة هي اللي بتجيلهم يوم القيامة مش هم اللي بيذهبوا ليها، ما بين اللي بيدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، ما بين أعلى ثلة في البشرية هي يتقى بهم المكاره، يتقى بهم المكاره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ يعني مش الأوائل على الجمهورية في الثانوية العامة مثلا، أو أغنى عشرة في مصر، أو لا، الصحابة كان اللي بيشوقهم الأعلى في الآخرة. أتدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. محدش معبره في احتياجاته اصلا، محدش منتبه انه له قيمة انه يقضي له اي احتياجات اصلا. فيأمر الله من شاء من ملائكته ان ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: يا رب، نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنحييهم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي، إنهم عبادا كانوا يعبدونني لا يشركون بي،
وكانوا تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويتقى بهم المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. عندئذ تحبهم الملائكة وتعظمهم الملائكة وتجلهم الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب عذابه فيك عذب. هي دي يتقى بهم المكاره يا إخواني، هي دي أول من يدخلون الجنة من خلق الله، أول ثلة في البشرية بلا حساب ولا عذاب تأتيهم الجنة وتأتيهم الملائكة ولا حساب عليهم ولا عذاب ونورهم كضوء الشمس. هؤلاء الذين يتقى بهم المكاره. الإنسان اللي ممكن يكون الأعمال اللي عملها في الدنيا مش هي الحاجات اللي كان بيحبها بل الحاجات اللي كان بيكرهها بل الحاجات اللي الطبيعة البشرية ان هي تكره عند البشر ولكنه أحبها لذات الله ولكنه أحبها بحب الله الذي فعل ما يكره لأجل ما يحب الله. شوف ده مقامه عند ربنا ايه، شوف اللي ضحى بمحبوباته لأجل ما يحب الله مقامه عند ربنا سبحانه وتعالى ايه ورفعته عند الله ايه ومعامله. دول الاوائل على البشرية في الجنة، دول الاوائل على البشرية الذين لم يكونوا يفعلون ما يحبون. فهناك كثير من الناس حتى جوه الدين بيعمل اللي بيحبه، تلاقيه يحب العبادة فيكتر منها، تلاقيه قلبه بيحب الدعوة فيكتر منها، تلاقيه قلبه بيحب صنائع المعروف وبيصعب على الفقراء فيكتر منها. انما في واحد حتى جوه الدين مش بيعمل اللي هو بيحبه، بيعمل ما يحب الله حتى ولو كان هو بيكرهه. الله يحب الجهاد يجاهد، الله ما يحبه الله سبحانه وتعالى هو ما يفعله. يعني حتى جوه الدين ممكن يكون ما يفعله ضد رغباته اصلا. يتقى بهم المكاره. اخواني واحبابي في الله، النموذج العالي ده احنا ممكن نبقى من النموذج ده، ممكن نبقى من هذا النموذج. النبي صلى الله عليه وسلم كم تحمل ما يكره لاجل ما يحب الله، الصالحون كم تحملوا ما يكرهون لاجل ما يحب الله. اعظم موتات في تاريخ البشرية، من اعظم موتات في تاريخ البشرية موتة مصعب بن عمير وموتة جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب اللي اسلم وتحمل الاذى في مكة وبعد كده راح هاجر في ارض الحبشة وسط الافارقة وعاش عمرا هناك، وبعد كده جه على يعني رضي الله عنه، وبعد كده جه على فتح خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا عظيما بمجيئه وقال لا ندري بأيهما نفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وبعدها على طول أرسله لكي يحمل الراية في مؤتة، وحمل الراية ده غالبا بيتقتل، ويمزق جعفر بن أبي طالب ويأخذ في صحيح البخاري 92 طعنة في صحيح البخاري 92 طعنة كلها من وجهه. يعني اتقطع حتت جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه. موتة من اعظم الموتات في تاريخ البشرية، احب ما يكره لاجل ما يحب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان تحمل ما يكره لاجل ما يحب الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد مضى علي شهر وليس لي ولأهلي الا ما يواري ابط بلال، الا ما يواري ابط بلال. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انا ما كانش ليا اكل، انا وبلال ما كناش بناكل غير اللي بلال يعرف يخبيه تحت ابطه. يعني ابط بلال هيخبي ايه؟ يعني هيخبي كيس رز مثلا؟ ابط بلال هيخبي ايه؟ وبلال معاه فلوس يجيب ايه اصلا؟ وهو ده طعام النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من فترات الحصار الدعوي الرهيب التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب لانه يحب ما يحب الله حتى وان كان كريها بالنسبة للبشر الذين يعني فعلوا ما يكرهون لاجل ما يحب الله، الذين تحملوا المكاره لاجل ما يحب الله سبحانه وتعالى. في ناس تحملت ان الليل اللي كل الناس بتحب انها تنام فيه، اللي كل الناس بتحب انها تريح فيه، اللي كل الناس بعد عناء النهار والاجهاد البدني والذهني والنفسي طول النهار وكفاح الحياة طول النهار
ومحاملة البشر بكل صخائم صدور البشر طول النهار. في النهاية بالليل بقى عايز ينام بقى عايز ينام. يعني سبحان الله العظيم زي ما قال كده يعني الرجل احد السلف قال لا انما انا بالنهار جلبة وبالليل خشبة. انا بالليل ما بدرش بنفسي انا طول النهار طالع عينيا فبالليل ما بدرش بنفسي. ولكن هؤلاء كما قال الله لداود في الاثر يا داود فرشوا لي وجوههم ونصبوا لي اقدامهم وناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي فهم بين صارخ وباكي وبين متأوه وشاكي. اهل قيام الليل الذين احبوا ما يكره الناس لاجل ما يحب الله الذين تعبدوا لله بما يكرهه الناس بعد عناء النهار لاجل ما يحبوا الله. الناس عايزة تنام الناس عايزة ترتاح الناس عايزة تحط راسها على المخدة لحد ما النهار يطلع عشان تكافح اليوم الجديد. ولكن الله يحب قيام الليل ولكن الله يحب مكابدة الساعات بالليل فيتقى بهم المكان فيفعلون هذه المكاره. فهو أتدري يا داود أني أعطيهم ثلاثة. الأولى أنه لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في موازينهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. طب دي الآخرة يا رب هتديهم الآخرة. والثانية أني أقذف من نوري في قلوبهم ووجوههم فتستنير قلوبهم ووجوههم. طب ده الدين يا رب أن قلب الواحد يتملى بالنور. والثالثة أني أقبل عليهم بوجهي. أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه؟ يعني الأولانية الآخرة والتانية الدين والتالتة الدنيا. يعني ربنا بيقول له هديهم الدين والدنيا والآخرة هديهم كل حاجة. ليه؟ يتقى بهم المكاره. ليه؟ يفعلون ما يكرهون لأجل ما يحب الله. مقام عظيم جدا مقام ان الانسان يهون عليه ما لا يستطيع احد ان يتحمله لاجل الله سبحانه وتعالى. عشان كده ورقه بن نوفل لما النبي عليه الصلاه والسلام ذهب اليه في اول البعثه فقال يا ليتني كنت فيها جذعا يا ريتني كنت شاب سليم كده وبصحتي وبعمري معاك اذ يخرجك قومك. اللحظة اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام راح لابو بكر الصديق وقال له الصحبة يا رسول الله ابو بكر بكى ابو بكر بكى. لدي اللحظة اللي تمناها ورقة ابن نوفل في اول بعثة النبي اللي تمنى انه كان يبقى مكان ابو بكر وهو بيهاجر مع النبي في هذه اللحظة. فورقة ابن نوفل قال يا ليتني كنت فيها جذعا اذ يخرجك قومك. مش اذ تنصر واذ تفتح مكة واذ يمكن لك في الارض اذ يخرجك قومك. كان نفسه يعيش لحد لحظة الابتلاء مش كان نفسه يعيش لحد لحظة النصر ولا لحد لحظة التمكين لحد لحظة الطرد لحد اللحظة اللي تآمر اهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على مقتله ونزل جبريل امين السماء لينبه النبي صلى الله عليه وسلم وليأمره بالهجرة في هذا اليوم. يعني انسان اللي كل الناس بتخاف تشتغل في الدعوة عشانه هي اللحظة اللي مستني يشتغل عشانها اللي كل الناس بتفر من الالتزام في اوقات اضطهاد الملتزمين عشانه هي اللحظة اللي عايز يلتزم عشانها. يا ليتني كنت فيها جذعة اذ يخرجك قومك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه خباب ويعني ظهره مكوي بالنار وهو يصرخ ويقول الا تدعو لنا الا تستنصر لنا رسول الله الا ترى ما نحن فيه من الشيء. يعني حالة رهيبة. وقال انه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين فما يصرفه ذلك عن دينه ويتقى بهم المكاره. يعني الحاجة اللي لا يطيقها البشر ولا يطيق البشر ان يكونوا فيها هم حبوها عشان ربنا سبحانه وتعالى هم حبوها لاجل الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وددت اني اقاتل في سبيل الله فاقتل. ما هو يقتل ازاي يعني مش هلاقي نفسه فجأة وقع ما هو يقتل قتلة من هذه القتلات ثم احيا فاقاتل فاقتل ثم احيا فاقاتل فاقتل. هي دي يتقى بهم المكاره. انك انت تبقى انسان كل قضيتك اللي ربنا بيحبه مش قضيتك انا بحب ايه وما بحبش ايه. انت انسان يعني بيسميه بعض علماء القلوب الفناء مقام الفناء. يعني مقام الفناء بالمعنى السلفي اللي هو انك خرجت مما ترغب الى ما يرغب الله انك خرجت مما تحب الى ما يحب الله سبحانه وتعالى. ان انت خلاص بقت نفسيتك
هي مراد ربنا بقى هواك هو مراد ربنا سبحانه وتعالى. ما عدتش بتفكر انت بتحب ايه وتكره ايه. لذا ممن احب ما يكره لاجل ما يحب الله سبحانه وتعالى. قال يوسف الصديق رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. السجن احب الي مما يدعونني اليه. يعني السجن احب الي انا من هذا. يعني هذا مقام يا اخواني في الله. ان الانسان اصبح لا يفكر فيما يكره وما يحب وانما فيما يحب الله سبحانه وتعالى. طيب ده السجن ده في اللي اشد بقى من السجن يوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين فما يصرف ذلك عن دينه. وان كان لا يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعصبه فما يصرف ذلك عن دينه. يعني يتقطع لحمه كده وهو حي, يتمشط لحمه كده بالحديد, يتجرف لحمه كده زي ما الارض تتجرف كده بالبتاع والارض كده بتتقلب كده, ده يتعامل في لحمه ودمه وهو حي. فما يصرفه ذلك عن دينه, فما يصرفه ذلك عن دينه. ويتقى بهم المكاره. في النهايه كانت النهايه سلام عليكم بما صبرتم. انت يوم القيامه هيتقال لك سلام عليكم بما صبرت. ايه اللي انت صبرت عليه لاجل الله؟ اللي انت ضحيت به لاجل الله سبحانه وتعالى. سيدنا جعفر بن ابي طالب ضحى عشان ربنا ساعة بما يكره فهو يطير بجناحين مع الملائكه في الجنه. يعني هو ضحى عشان ربنا ساعة, استحمل ما يكره عشان ربنا ساعة, بالساعه دي بقى مع الملائكه في الجنه يطير بجناحين. حارثة ضحى عشان ربنا بساعة في غزوة بدر مما يكره واتقي به المكاره فهو في الفردوس الاعلى. يا ام حارثة انها ليست جنة وانما جنات, وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى, وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى بساعة واحدة مما يكره لاجل ما يحب الله. فهذه اعظم العبادات التي يتعبد بها الى الله سبحانه وتعالى. بل ان يعني اللي بيسميه الناس العيد الكبير عيد الاضحى ما هو الا عيد التضحية. عيد باللحظة اللي في بني ادم حط السكين على رقبة ابنه عشان ربنا ففعل ما يكره لاجل ما يحب الله سبحانه وتعالى. اللحظة دي ربنا خلاها عيد الامة ليوم القيامة. اللحظة اللي فيه انسان وصل من حب الله انه يستطيع ان يضحي باي شيء من اجل الله سبحانه وتعالى. اللحظة دي اللي ربنا خلاها العيد بتاعنا. ويتقى بهم المكاره نورهم كضوء الشمس لا خوف عليهم لا حساب عليهم ولا عذاب. اول من يدخلون الجنة من خلق الله يناديهم الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامة اي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا واوذوا في سبيلي وهاجروا في سبيلي فيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ممن تحمل المكاره من اجل ما يحب الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا عمار بن ياسر لما كان في اليمامة واذنه تذبذب واذنه اتقطعت وهو يصرخ في القوم امن الجنة تفرون. اغلى عضو في جسمك ايه؟ اغلى عضو في جسمك ايه؟ اغلى عضو في جسمك اكتر عضو انت ضحيت بيه عشان ربنا سبحانه وتعالى. اغلى عضو في جسمك اكتر عضو انهك واتعب في مرضات الله سبحانه وتعالى. اغلى عضو في جسمك ايه؟ يعني في شاب تلاقيه عاجبه قوي يعني كتفه لانه مليان عضلات, واحدة تلاقيه عاجبها قوي عينيها لانها جميلة. واحد المؤمن اغلى عضو في جسده هو اكثر عضو عبد الله به واكثر عضو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف في قيام الليل من كتر ما رجليه تتورم وتتشقق يقف شوية واقف على رجل واحدة وبعد كده الرجل التانية يقف عليها شوية وبعد كده يرجع تاني يروح ما بين قدميه عليه الصلاة والسلام. ويتقى بهم المكاره. سيدنا سلمان رضي الله عنه ممن احب ما يكره الناس لاجل ما يحب الله سبحانه وتعالى. سيدنا سلمان وهو شاب من الشباب وابوه يعني رجل دين كبير, ابو سيدنا سلمان كان واحد جامع بين الدين والدنيا, يعني واحد كان مركزه ديني كبير جدا وسط عبدة النار سبحان الله العظيم. وكان في نفس الوقت هذا الرجل غني جدا عنده ضيعات, يعني واحد عنده عزب وعنده اموال, يعني راجل. وسيدنا سلمان كان يعني بقى ممن يوقدون النار, يعني بالنسبة لعبدة النار دول سيدنا سلمان كان حاجة كبيرة قوي وكان له مستقبل دنياوي وديني. ولكن يترك بلده, يترك بلاد فارس بأجمعها ويظل
مهاجر بين البلاد زي ما النبي عليه السلام قال كده في حديث نورهم كضوء الشمس. ده بيقول سيأتي أقوام من أمتي سيأتي. وبعد كده في آخر الحديث قال لك المهاجرون الذين يتقى بهم المكاره. طب هو رسول الله لو لسه هيأتي في الدنيا مهاجر ازاي؟ ما هو الهجرة دي إلى يوم القيامة، الهجرة دي التمانين واحد اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المدينة، كل من هاجر في ذات الله إلى يوم القيامة. فهو يمكن أن يكون من أهل هذا الحديث اللي ضحى بكل شيء من أجل ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا سلمان يلف ما بين البلاد ويتعرض لما لا يصبر عليه أحد، ما يرضاش يتجوز، ما يرضاش يشوف أي حاجة في مستقبله الدنيوي. ليه؟ لأنه علق كل حياته بأن يصل إلى الحق وبأن يصل إلى من يدله على الحق، وفي النهاية يؤسر سلمان الفارسي رضي الله عنه ويبقى عبد عند اليهود في المدينة المنورة. اللحظة المهولة، اللحظة اللي سلمان بعد ما ساب ابوه وشبابه وفلوس ابوه وقومه وبلده وضحى بالجواز ولف من دولة لدولة عبر قارات العالم يبحث عن اي رجل دين يوصله الى الحق، وبعد كده في النهاية يؤسر ويبقى عبد. كان ممكن واحد يقول طب ليه يا رب بتعمل فيا كده يا رب، هو مش عارف ان الاسر ده هو اللي هيوديه للنبي عليه الصلاة والسلام، ان لحظة احتدام الابتلاء هي اللحظة اللي ما قبل الفرج المبين. على طول الانسان بيتعامل مع ربنا احيانا بسطحية ومش مدرك ان الابتلاء ده محطة من محطات الطريق للفرج، فلا بد ان يمر بها، وحينما يمر بها فانما هو يقترب من فرج الله سبحانه وتعالى. سلمان وهو فوق النخلة ويسمع ان رجلا في المدينة يقول انه رسول الله اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا سلمان وبيرتعد وبيرتجف بيلف عمره كله عشان هذه اللحظة، وربنا سبحانه وتعالى اللي اتى بها اليه، ربنا سبحانه وتعالى اللي ساقها اليه. سلمان الفارسي الذي اتقي به المكاره بقى بعد كده امير بلاد فارس، بقى حاكم ايران. سيدنا سلمان الفارسي اللي ساب حتة بلد صغيرة كده كان ممكن يبقى واحد من اغنية في قرية من قرى محافظة من المحافظات بتاع دولة مصر، بقى هو حاكم الدولة كلها بعد كده. فرفعه الله في الدنيا على الدولة التي تركها لأجل الله سبحانه وتعالى، رفعه الله في الدنيا قبل رفعة الآخرة. ويتقى بهم المكاره، ويتقى بهم المكاره. سيدنا أبو بكر الصديق ممن أحبوا ما يكره الناس لأجل ما يحب الله سبحانه وتعالى، وممن فعلوا ما يكره الآخرون لأجل ما يحب الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق في رحلة الهجرة وهو يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلوسه كلها ادها للنبي عليه الصلاة والسلام، وبنته الحامل خلاها هي اللي تودي لهم الاكل. طب ما ممكن تتقتل، يودي لهم الاكل، وابنه هو اللي يطمس اثار الرجلين ويستطلع الاخبار. يعني ده واحد بيخاطر بكل حاجة عشان الدين، ده واحد بيحول كل حاجة في حياته لنصرة الدين مهما كان ما يتعرض من مخاطرة. احنا نعمل كده. ومن اعجب ما يكون من تتقى بهم المكاره قول عبد الله بن جحش رضي الله عنه حينما التقى مع سعد بن ابي وقاص قبل غزوة احد، فجلس يتمنيان. يعني اتنين كده قاعدين يحلموا مع بعض قبل غزوة احد، قاعدين يفكروا مع بعض. فقال سعد بن ابي وقاص اتمنى ان يرزقني الله اليوم رجلا كافرا شجاعا صديدا فاقتله واخذ سلبة. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول انا نفسي اقتل الجبابرة بتوع المشركين، انا نفسي اقضى عليهم. ده افق عالي جدا ان واحد يقول لك انا اتمنى ان انا اقتل شارون مثلا، يعني انا اتمنى ان جبابرة الباطل يتقتلوا على ايدي مثلا. انما سيدنا عبد الله بن جحش قال اما انا فاتمنى ان يرزقني الله اليوم رجلا كافرا شجاعا صنديدا يقتلني فيبقر بطني، يفتح بطني كده وامعائي واعضائي كلها تترمي في الارض كده، ويقطع اذني ويقطع لي وداني كده يمثل بجسدي ويبدع انفي، فالقاك يا رب بدمي. شوف الفكر وصل لحد فين. فالقاك يا رب بدمي فيقول عبدي لما فعل بك هذا، فاقول فيك وفي رسولك يا رب، فاقول فيك وفي رسولك يا رب. الله اكبر. ان انسان يا جماعة يرتقي تفكيره لهذه الدرجة ويتجاوز كل ما يعج في صدور المؤمنين كمان، ويبقى كل تفكيره انا ساعة ما هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هقابل ربنا بايه. المشهد ده
لا يطيق انسان ان يتخيل ان هو هيموت بالطريقه دي. ولكن عبد الله بن جحش بيتمنى وبيدعو ربنا انه يموت بيها. ليه؟ لان هذا المشهد الذي يكرهه البشر يحبه الله، يحبه الله سبحانه وتعالى ويتقى بهم المكاره. كثير من الناس يتهرب من واجبات الدعوة حينما تصبح الدعوة صعبة وحينما تصبح الدعوة شقة. كثير من الناس يحب ان يكون ممن يعطي درس في مسجد مكيف، او ممن يعطي درس في قناة من القنوات، او ممن هو يحب الحاجة الجميلة. وقالوا لا تنفروا في الحر، هو عايز دين مكيف، هو عايز دين مكيف ويكون درجة التكييف كمان مش 25 ولا 26، يعني درجة غير موفرة للكهرباء. عايز دين مكيف جدا وحاجة يعني حاجة اخر يعني اخر راحة بالنسبة له. ولكن من يريد او من يحب ان يدعو الى الله كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدور بين الخيام في منى، وهو يدور بين اسواق العرب، وهو يدور بين قبائل الشرق والغرب والشمال والجنوب، يقول من يؤويني حتى ابلغ كلام ربي، فان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي. طيب يتقى بهم المكاره. يبقى في دعوة الناس بتحبها، وفي دعوة الناس بتكرهها، وفي جهاد الناس بتكرهه، وفي طلب علم الناس بتكرهه، زي الرحلة في طلب العلم كده. الناس عايزة طلب علم ديليفري، يبقى حد كده في المسجد اللي جنب بيته ويطلب على ايده علمه وياخده كده واحدة واحدة. انما ان يرحل في الطلب كأئمة المسلمين كما قال الحسن البصري، ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض بالرحلة في طلب العلم. ان الله لا يرفع البلاء، الاسعار ترخص والناس تتصلح مع بعض والعنوسة تختفي والوظائف تنتشر والشباب يشتغل، لان عبادة الرحلة في طلب العلم رجعت في الارض تاني. لان بقى في ناس بعد ما كان يعني الرحلة في طلب العلم التي يستصعبها البشر. الناس يا جماعة يعني في ناس بتعمل بطولات عشان الدنيا، تلاقيه قاعد يلف طول النهار عشان يبيع حاجات من اشياء الدنيا، عشان يكسب، عشان يسوق السلعة بتاعته. عشان هو ده يا جماعة اللي في الدين اسمه الرحلة في طلب العلم، وهو ده اللي في الدين اسمه الجولات الدعوية، وهو ده الكلام الصعب الغريب ده هو اللي قال الدنيا بيعملوه ليل نهار، هو اللي الطفل اللي عنده 12 سنة بيعمله، هو اللي كل اهل الدنيا اللي ما بيعملهوش بيقولوا عليه عويل، وبيقولوا عليه الايد البطلة نجسة، وهي الايد البطلة في الدنيا نجسة، والايد البطلة في الدين طهرة. هي الايد البطالة في جناح البعوضة نجسة، والايد البطالة في جنة عرضها السماوات والارض في ترابها طهرة. اشمعنى الايد البطالة مش نجسة في دين الله؟ اشمعنى اللي مش ايده ما هيش شغالة في الدعوة، ولا شغالة في الجهاد، ولا شغالة في نصر الدين ربنا في اي ثغر من الثغور؟ اشمعنى الايد دي مش نجسة؟ اشمعنى الايد دي محدش بيتكلم عنها؟ يعني سبحان الله، الناس يفعلون البطولات، البطولات اللي لما احنا كده بنزهل كده في الدين نقول معقولة ابراهيم اول من هاجر في ذات الله؟ الشباب ليل نهار بيهاجروا كندا وبيهاجروا كل بلد من بلاد العالم، حدش بيقول انها حاجة صعبة خالص. ملايين هاجروا عشان الدنيا، والذين هاجروا من اجل الدين يعني على مدى البشرية كم واحد؟ كم واحد؟ فالذي نقول عنه في الدين انه بطولات البطولات وعظمة العظمة عند اهل الدنيا، ده تمرين مشهور من اول الشاب الصغير وطالع كده بيعمله وبيضحي من اجله، كما قال تعالى لا يسأم الانسان من دعاء الخير، اي من عبادة الخير. يعني الناس بتصلي وبتصوم عشان الدنيا، الناس متنسكة متألهة متبتلة في محراب الدنيا، فتفعل من اجلها الافاعيل، وكل ده عادي، هو ده الطبيعي. امال انتوا عايزين ايه؟ فان فعل احد من اجل الاخرة، من اجل دار الخلود، من اجل جوار الله في الفردوس الاعلى، من اجل ان يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله، ان فعل مثل ذلك نظر الناس اليه على انه اتى بالاعجيب ويتقى بهم المكاره. سيدنا ايوب عليه السلام لما مرض 18 سنة، فواحد من الاتنين اللي سبته معاه بيقول لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. ده بالتأكيد عمل مصيبة. ليه؟ ما هو اللي ربنا عمله فيه ده بالتأكيد فيه مصيبة عملها، وما ربنا بيعمل فيه كده ليه؟ سيدنا ايوب قال ما ادري ما هذا، ما عرفش، يمكن اكون عملته مصيبة فعلا، ما عرفش اللي انا فيه ده ابتلاء ولا عقوبة، ولكني كنت امر على الرجلين يحلفان بالله. اعد كده لا راجل بيبيع فاكهة والتاني بيقول له اخدها منك بخمسة جنيه، يقول له والله واقف عليها بستة جنيه، بس كده يقول له والله ما معايا غير خمسة، فيحلفان بالله. ف
فارجع فاكفر عنهما، اطلع كفارة ده واطعم 20 مسكين، 10 عنده و10 عنده، مخافة ان يذكر اسم الله على باطل. اصل مدام الاتنين حلفوا في احتمال ان واحد يبقى كذاب او الاتنين كذابين، فهم طلع كفارة يمينين عشان لو حد فيهم كان كذب يبقى اسم الله لم يذكر على باطل، يبقى كفر عن اليمين. يعني انسان بيقولك بيحب ربنا لدرجة انه ما يقدرش ان كلمة الله تذكر الا على حق، الا على حق ما يقدرش انه يستحملها. والان نتحمل اسم الله سبحانه وتعالى بكل استهانة في الفاظ العلمانيين وفي كلام العلمانيين، وان يهان شرع الله في الفاظ العلمانيين وكلام العلمانيين، ويتقى بهم المكاره. ملائكة الرحمن بتقول لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح مستمرين، ناس لا تنقطع، لا تنقطع عن الجهد من اجل الوصول الى الله. ودول هم الملائكة، وهؤلاء هم ملائكة الرحمن. ده دول مش اي حد، ده دول مش اي حد كده، ده دول ملائكة الرحمن، ملائكة الله سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله، مرة اخرى لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرقت الشمس، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه سيأتي اقوام من امة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة نورهم كضوء الشمس، زي الشمس كده يوم القيامة، يعني حاجة، يعني ايه 70,000 اللي بيدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب دول وجوههم كالبدر كالقمر ليلة البدر، انما اول ثلة يدخلون الجنة دول زي الشمس بقى، حاجة متوهجة وهم داخلين الجنة. فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هم المهاجرون الذين يتقى بهم المكاره، ويموت احدهم وحاجته في صدره، ويموت احدهم وحاجته في صدره، يحشرون من اقطار الارض. يعني انسان يعني اصابه الموت وهو يجاهد في سبيل الله، وهو يلف الارض من اجل الجهاد في سبيل الله ومن اجل نصر دين الله سبحانه وتعالى. عبادة التضحية، عبادة الانسان يضحي عشان ربنا ويتحمل لاجل الله، هي اعظم العبادات عند الله، وهي اعظم العبادات التي يرفع الله العبد من اجلها في الدنيا وفي الاخرة. كل واحد مننا يفكر يا اخوانا، هو بيعبد ربنا باي دين؟ هو بيعبد ربنا باي مقام؟ اللي انت بتزرعه النهاردة هو اللي انت هتحصده بكرة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى؟ انت بتعبد ربنا باللي انت بتحبه بس، او باللي جاي على ظروفك بس؟ يعني الواحد بيرى كثير من الملتزمين، بل كثير من اعلى الملتزمين هكذا، انه هو لا يمكن ان يؤثر على استقرار حياته باي شيء من اشياء الدين. يعني الدين هو واخد الدين على شرط ان استقرار حياته ما يتغيرش. يعني ما فيش بقى حتة بقى الصحابة يلا نجاهد، يلا نهاجر، يلا ده في اذى في سبيل الله، ما عندوش الكلام ده. يجب ان يكون استقرار حياته والخط الاحمر في حياته، والدين جوه التراك بتاع استقرار حياته، انما ان يتقى به المكاره. فكل الناس بتكره هذا، فمن يضحي لاجل الله، ومن يترك ما يحب لاجل ما يحب الله، ومن يفعل ما يكره لاجل ما يحب الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد طبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا يوم الأرض عليك. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت وملء ما خلقت. اللهم لك الحمد عدد ما في السماوات وما في الأرض. اللهم لك الحمد عدد ما أحصى كتابك. اللهم لك الحمد عدد ما أحصى كتابك. اللهم لك الحمد على ما أحصى كتابك. اللهم لك الحمد عدد كل شيء. اللهم لك الحمد ملء كل شيء. اللهم لك الحمد العظيم، ولك الحمد المبين، ولك الحمد الدائم يا رب العالمين. اخواني واحبابي في الله، يعني الانسان ممكن يضحي عشان الحاجة اللي هو بيحبها، او الحاجة اللي عارف قدرها. يعني الذين عرفوا المال عملوا ايه عشان المال؟ الذين عرفوا المنصب عملوا ايه عشان المنصب؟ الذين عرفوا الحي القيوم عملوا ايه عشان الحي القيوم؟ الذين عرفوا القدير، الذين عرفوا الوهاب، الذين عرفوا الاحد الصمد عملوا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ معرفة ربنا هي التي يستعذب الانسان بسببها كل عسير على البشر. معرفة ربنا هي اللي بتخلي قلب الانسان دايما شباب في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولو كان سنه 150 سنة زي سيدنا ابراهيم
فيستطيع ان يبني الكعبة من حجار من احجار وصخور جبال الارض. ليه؟ لانه مش بيتعامل هنا بالطاقة البدنية، وانما معرفة الله في القلوب بتبث العزم بسك داخل قلوب الخلق الذين رزقهم الله معرفة الله سبحانه وتعالى. عشان كده اللي عرفوا ربنا ربنا عمل لهم ايه، او اللي عرفوا ربنا حياتهم اتغيرت ازاي. سيدة مريم لما عرفت ربنا انتبذت من اهلها مكانا شرقية وهي بنت صغيرة، وبعدت عن الدنيا واعتزلت الدنيا كاملة من اجل ان تتدبر في خلق الله، ومن اجل ان تتفرغ لعبادة الله، ومن اجل ان تتبتل لله سبحانه وتعالى. شكا اسمها مريم البتول، النخلة البتول اللي فصلت عن النخلة الام، طلعت جنب النخلة الام وفصلت منها. فالتبتل ان ينفصل الانسان عن البشر، ان يبتعد الانسان عن البشر من اجل ان يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى لما مريم عرفت ربنا انتبذت من اهلها مكانا شرقية، لما سيدنا ابراهيم عليه السلام عرف ربنا وقف وش الدنيا كلها قال لهم اي الفريقين احق بالامن، اي الفريقين احق، حس ان هو مش فرد ولا حاجة، ده هو فريق واقوى من اي فريق، اي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون، اي الفريقين احق بالامن. الانسان اللي بيعرف ربنا، ابو طلحة يعني رضي الله عنه كان اكثر اهل المدينة مالا، اغنى واحد عنده نخل في المدينة، يعني اعلى ثروة نخلية في المدينة كانت ثروة ابو طلحة، وكان اغلى جنينة عنده، اغلى يعني منطقة نخيل عنده البيروحاء في وش المسجد النبوي، يعني مكان مثلا الهيلتون، مكان يعني الموقع الجغرافي يعادل الوقت الهيلتون مثلا اللي قدام المسجد النبوي على طول. ف يعني لما سمع قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مقام البر ده ان تلقى الله وليس عليك خطيئة، وان تلقى الله وليس في قلبك شهوة او شبهة، ان تلقى الله طاهرا مطهرا. عشان كده اللي بيموت هو من الابرار، يعني ينعم في الجنة قبل يوم القيامة. لان ليه؟ واللي بيدخل الجنة الابرار بس. طب هو الوقت الناس بتعذب في القبر ليه؟ عشان لو عليها شوية حاجة تتطهر منها. طب ويشدد عليها في الموت ليه؟ عشان تتطهر. طب يوم القيامة عشان تتطهر. طب اللي بيدخل النار من المسلمين عشان يتطهر. طب اللي اتطهر من غير كل ده لماذا يدخل فيما يدخل فيه البشر؟ لن تنالوا البر، اي لن تنالوا احسان الله وعطاء الله المنهمر المتوالي، ولن تنالوا خير الدنيا والاخرة، ولن يبركم الله ببره العظيم واحسانه العميم حتى تنفقوا مما تحبون، لحد ما تؤثر ما يحب الله على ما تحب انت، لحد ما تبرهن انك تحب الله سبحانه وتعالى اكثر من نفسك، فتفعل ما يحب الله وان كنت انت تكرهه، وان كان بالنسبة للناس من المكاره. ابو طلحة لما سمع هذه الاية قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان احب مالي الي البيرحاء وانه في سبيل الله رسول الله. خلاص بقى النبي قال له اجعلها في قرابتك. انما قضية ان ابو طلحة امتى طلع البيرحاء، امتى طلع الحاجة الكبيرة دي اللي محدش يقدر يضحي بيها دي من اهل الدنيا؟ حينما عرف الله سبحانه وتعالى، حينما عرف الله. الذين عرفوا الله، سيدنا سليمان لما عرف هو بيدعي مين، قال هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هو في واحد يطلب من حد الطلب ده؟ سيدنا محمد لما عرف هو بيدعي مين قال اللهم اني اسألك من الخير كل عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم، اللهم اني اسألك من كل خير خزائنه بيدك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما عرف هو بيدعي مين قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. عبد من عباد الله حينما عرف من يدعو وهو يعني قد اصابه لص في الطريق ومقتول مقتول، فقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد. معرفته ان الله فعال لما يريد انقذه الله بها من مهلكة محققة ومن موت محقق ومن مقتلة محققة. الذين عرفوا الله تغير كل شيء في حياتهم، الذين عرفوا الله تغيرت صلاتهم. كذلك العبد الصالح من السلف الذي ابتقع وجهه عند الصلاة فسأله الناس انت مالك، فقال اتدرون بين يدي من اقوم. مفتاح الصلاة كله انك انت تعرف انت واقف بين يدي مين، مفتاح الصلاة كله. يعني تخيل كده لو انت راكب العربية والاشارة حمراء، حمراء يعني ايه ما ينفعش يعدي مثلا، ها يعني مش الاشارة حمراء ما ينفعش يعدي، اشارة حمراء والظابط بتاع المرور واقف تكسرها؟ لا يمكن، لا يمكن. لو
انت استشعرت ان ضابط المرور واقف انك انت تكسر هذه الاشارة. طب انت لو انت قاعد في اوضتك لوحدك ومستشعر رقابة الله ممكن تكسر اشارة؟ ممكن تكسر حد من حدود ربنا لو انت قاعد في اوضتك ولكن مستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى؟ الذين عرفوا الله، الذين عرفوا الله يعيشون حياة غير اي انسان اخر. غلام الاخدود لما عرف ربنا، غلام يا جماعة يعني طفل في اولى اعدادي او تاني اعدادي، غلام الاخدود حينما عرف الله وحينما تمكنت معرفة الله من قلبه اجتهد في الدعوة الى الله، وهو يعلم ان الملك يطلب رأسه، ويعلم ان تمن اجتهده في الدعوة الى الله ان يقتله الملك او ان الملك يريد ان يقتله، وهو مجتهد في الدعوة الى الله جهارا نهارا وسط الخلق. وبعد كده الملك يبعته مع الجنود على رأس جبل، الجبل يزلزل يموت الجنود، وهو كان اي حد مننا كان هرب وقال الحمد لله الذي نجاني، رجع للملك تاني. الملك يبعته مع ناس في عرض البحر، يتزلزل المركب يغرقه، وهو بدل ما يهرب يرجع للملك تاني. طب هو رجع للملك ليه؟ هو رجع اول حاجة لانه عنده رسالة اصلا، هو مش قضيته ان هو ينجو، هو قضيته ان الناس توصل لربنا سبحانه وتعالى. هو مش يعني هناك من الناس من اذا وضع في هذه المواقف يقول لك الحمد لله الذي نجاني، وانت بتفكر في نجاتك؟ ولا انت بتفكر في انقاذ الناس من النار؟ ولا انت بتفكر في ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الناس مقامات، حتى الصالحين مقامات في التفكير. طب هو راجع للملك ليه؟ لانه عارف ان الملك لا يملك شيء اصلا. هو الملك يملك حاجة؟ هو يعني يعود الى الملك وليس في قلبه ذرة نظر الى الملك. القلب ما بيشوفش اتنين في وقت واحد، مرآة القلب ما بتجيبش الاتنين في وقت واحد، اما ان ينظر الى جلال مولاه واما ان ينظر الى البشر. عشان كده رجع الملك ومش خايف. وده غلام لما عرف ربنا عمل كل هذه البطولات. غلام يعني جريج العابد حينما عرف الله وقامت البلد كلها عليه. جريج العابد واحد قاعد يعبد ربنا والناس في فساد، والفاسدين دايما بيبقوا حاقدين على اهل الدين لانه هو مش عارف يبقى طاهر زيه، مش عارف يبقى زيه، فهو عايز يقنع الدنيا كلها ان بتوع الدين دول مش بتوع دين ولا حاجة. فما صدقوا ان تفتري عليه امرأة زانية وتنسب له ولدا من الزنا، هدوا الصومعة بتاعته. طب استنوا، طب حكموه، موضوع الموضوع بقى اعلامي وتصعد الموضوع، والقاضي اللي وقف يحكم كان هو الملك نفسه. ده معناه انها بقت قضية اعلامية ضخمة، ده معناه ان كان في قصد بالتشهير بذلك العبد وطعن الدين من خلال التشهير بذلك الرجل. ده معناه ويعني الام التي دعت على جريج قبلها وقالت اللهم لا تمته حتى تره وجوه المومسات، فوقف في المحكمة كده والمومسات جايين يحضروا. طب المومسات جايين يحضروا ايه؟ جايين يأذروا صاحبتهم وحبيبتهم وزميلتهم في الـ في الـ في الـ في الكادر المهني بتاعها، جايين عشان يشمتوا في اهل الدين، جايين عشان بينهم من المناصرة والمؤازرة ما الله به عليهم. فهم واقفين والملك واقف والمحكمة خلاص الدنيا خلصانة، وبكل ثقة يدخل جريج فيقول ضروري حتى اصلي ركعتين، اصلي كده واجمع قلبي على الله سبحانه وتعالى. وبقى كانت فاهم ما بيتوترش، يعني اهل معرفة الله ما بيتوتروش، ما بيفقد على قدر اتصاله بالله وعلى قدر اتصاله بمعرفة الله سبحانه وتعالى. زي سيدنا محمد في الغار كده، في الغار يعني بص فوق كده تلاقي واقفين لك. فقال اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يبقى معرفة الله درجات، وعلى قدر الدرجة على قدر اطمئنان القلب في المواقف التي تزول فيها القلوب وتضطرب فيها القلوب. فنغز جريج الطفل وقال من ابوك يا غلام؟ وفي ايه؟ طب اسأل اي حد، طب قول هاتولي شاهد، شاهد مين؟ ما كله ظلمة، كله ظلمة. في مجتمعات بتبقى كده، الاعلام ظالم والقضاء ظالم والليلة من اولها لاخرة ظالمة، هيكلم مين؟ في ليس هناك الا ان يغيثه الله. فنغز الغلام وقال من ابوك يا غلام؟ فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي، ابي الراعي. قالوا له ابن الصومعة بتاعتك من ذهب، ذهب هو العوام كده اذا غضبوا يعني غضبوا واذا فاقوا الى دينهم، قالوا له نبنيها لك من ذهب. فقال اعيدوها كما كانت، مش عايز حاجة من الدنيا، رجعوها بس زي ما كانت كده، اعبد ربنا ما حدش يدعو بيا، وارجع تاني اكسر السلم بتاعها واعيش مع عبادة ربنا الى ان القى الله سبحانه وتعالى. اعيدوها كما كانت. الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى
يوشع بن نون لما عرف الله نظر الى الشمس يوم فتح فلسطين وقال انت مأمورة وانا مأمور، اللهم اوقفها علينا. اللي موقن ان الشمس دي عبد من عباد الله وان ربنا اللي خلقها، وفي نفس الوقت الموقف حرج لو اخر الجهاد لحد ما الشمس تغيب بتاعت يوم الجمعة، اليهود يقولوا له النهاردة السبت لن نقاتل ولا نجاهد، هيكون التانيين سمعوا بيهم واستعدوا تمام الاستعداد لمواجهة جيش يوشع بن نون. فلم يكن هناك حل الا ان تتوقف الشمس، فطلب من الله ان تتوقف الشمس فتوقفت. ان الانسان المؤمن يبقى حساباته على حسب قدرة ربنا مش على حسب موازين الواقع. يعني المؤمن واقعي، ولكن حينما تفشل الاسباب بيبقى انسان رباني بيحط الحسابات بتاعته بناء على قدرة رب الارباب وليست بناء على حسابات البشر. فهو يفعل ما فهو يعمل على قدره ويوقن ان الله سيعطي على قدر الله وليس على قدر البشر. هو ده اللي بيخلي قلب المؤمن دايما مليان امل ومليان فرح ومليان اطمئنان ومليان اقبال على الله. ومهما سودت الدنيا في اعين الناس، ومهما توتر الناس واحبط الناس واكتئب الناس، ومهما دمرت النفسيات بالامراض النفسية، المؤمن الموصول بالله سبحانه وتعالى ثابت النفس، ساكن القلب، ساكن النفس. ليه؟ لانه موصول بالله سبحانه وتعالى، موصول بالله، لا يضطرب اذا اضطرب الناس، ولا يفقد صوابه اذا فقد الناس. الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى، الذين عرفوا رب الارباب، الذين رزقهم الله معرفة الله، هم دول الناس يا جماعة اللي هيقدروا يطبقوا الخطبة الاولانية اللي هي يتقى بهم المكاره. هم دول اللي هيقدروا حاجة عشان ربنا، هم دول اللي هيحققوا ما قاله الشاعر: عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وانت عندي كروحي بل انت منها احب، حسبي من الحب اني لما تحب احب. اسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بالعلم بك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين، اللهم من علينا بما مننت به على عبادك المقربين السابقين يا رب يا ارحم الراحمين. اللهم انه لا حرج في فضلك يا كريم، وانه لا عبد اولى بك من احد يا رب العالمين. اللهم كما مننت على غيرنا من خلقك فمن علينا يا رب، اللهم كما فتحت على غيرنا من خلقك فافتح علينا يا رب، اللهم كما قربت ووصلت غيرنا من خلقك فقربنا وصلنا اليك يا بر يا رحيم، يا بر يا رحيم. قنا عذاب السموم، اللهم قنا عذاب السموم، اللهم قنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم قو في رضاك ضعفنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللهم سهل لنا الصيام والقيام، اللهم سهل لنا، اللهم سهل لنا كل ما يرضيك عنا، اللهم افتح لنا من ابواب طاعتك ما ترضى به عنا، اللهم افتح لنا من ابواب الدعوة اليك ما ترضى به عنا. اللهم استعملنا يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا. اللهم اجعلنا ممن يخشونك بالغيب، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا ولا همتنا إلا في رضاك، ولا تجعل رغبتنا ولا رهبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى الينا. اللهم انا نسألك اليقين والمعافاة، اللهم عافنا، اللهم عافنا، اللهم ارزقنا، اللهم اشفنا، اللهم اد الدين عن مديننا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم بارك لنا في كل ما اعطيتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.